سر عجيب في سورة الضحى، فما هو هذا السر العجيب الذي إذا عرفته لانحلت جميع مشاكلك في الحياة؟ نزلت سورة الضحى لتطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عصيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر فيه بالحزن والأسى، وذلك بعد انقطاع الوحي لفترة. كان هذا الوقت عصيبا على قلب النبي الذي كان يتلقى الوحي باستمرار ويعيش في ظلال القرآن. هذا الانقطاع جعل أهل مكة يشمتون ويقولون إن الله قد ودعه وأبغضه. تخيلوا معي كيف كان شعور النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات، وهو الذي كان يقوم الليل ويقضي نهاره في الدعوة إلى الله، يجد نفسه فجأة محاطا بالشكوك والشائعات. تبدأ السورة بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ليقسم الله بالضحى والليل الهادئ. ثم يأتي التطمين المباشر للنبي بقوله: ما ودعك ربك وما قلى، إن الله لم يتركك يا محمد ولم يبغضك. في هذه الآية نجد أن الله تعالى يوجه رسالة واضحة إلى النبي وإلى كل مؤمن يشعر بالحزن أو الوحدة، بأن الله دائما معه ولم يتخلى عنه أبدا. الله يذكرنا بأنه عندما يأخذ منا شيئا فإنه يعطي بدلا منه ما هو أفضل، في قوله: ألم يجدك يتيما فآوى. يذكر النبي بأنه كان يتيما فآواه، وكان ضالا فهداه، وكان فقيرا فأغناه. هذه التذكيرات تجعلنا ندرك أن الله سبحانه وتعالى دائما يعتني بنا ويوفر لنا ما نحتاجه حتى وإن لم ندرك ذلك في حينه. يقول الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. المستقبل دائما يحمل خيرا وأملا، وعلينا أن نتفاءل ونعمل للآخرة التي هي خير وأبقى. الله يعد النبي بأن ما ينتظره في المستقبل أفضل مما مضى، وهذه رسالة لنا جميعا بأن نضع ثقتنا في الله ونتطلع دائما إلى المستقبل بأمل وتفاؤل. كما يذكرنا الله بنعمه الكثيرة علينا والتي قد نغفل عنها في زحمة الحياة: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الله تعالى هو الذي يهدينا ويوفر لنا سبل العيش الكريم. لذا من المهم أن نتوقف بين الحين والآخر لنشكر الله على نعمه، ونتذكر أن كل ما نملكه هو من عند الله. في بداية السورة يقسم الله بالضحى والليل إذا سجى. الضحى هو وقت النور والوضوح، بينما الليل هو وقت السكون والهدوء. هذا التباين يرمز إلى دورات الحياة، حيث أن بعد كل ليل يأتي الضحى، وبعد كل ضيق يأتي الفرج. هذا يذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور بحكمة، وأن الفرج قريب حتى في أشد اللحظات صعوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى الإسلام بثبات ويقين رغم كل التحديات. في فترة انقطاع الوحي كانت هذه الآيات تذكيرا له بأن الله معه دائما. نحن أيضا يجب أن نتوكل على الله ونعمل بجد في دعواتنا وأعمالنا، موقنين بأن الله لن يتركنا. إذا شعرت بالحزن أو الاكتئاب فتذكر أن الله معك ولم يتركك. تفقد نعم الله عليك واشكره عليها. كل مشكلة تواجهك هي درس وفرصة لتقترب أكثر من الله، فالتجئ إلى القرآن وقيام الليل لتجد السكينة والراحة. اجعل من قراءة القرآن وتدبره عادة يومية تستمد منها القوة والإلهام. قيام الليل وتلاوة القرآن دأب الصالحين وغذاء للأرواح وجنة للقلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. اجعل من قيام الليل وصلاة الضحى عادة تتقرب بها إلى الله، فهي تمنحك القوة والسكينة خلال اليوم. تذكر أن كل ما تمر به من صعاب هو لحكمة يعلمها الله، ولعل في ذلك خيرا كثيرا لك. احتسب كل مصيبة وكل ضيق عند الله، واعلم أن الله يربيك ويرفع درجاتك بهذه الابتلاءات. كن صبورا واستمر في الدعاء والعمل الصالح. إخوتي وأخواتي،
سورة الضحى تحمل في طياتها دروسا عظيمة تعيننا على مواجهة تحديات الحياة. تذكروا دائما أن الله لم يترككم ولن يترككم، وأن كل ما تمرون به من صعاب هو لحكمة يعلمها الله، ولعل في ذلك خيرا كثيرا لكم. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. لا تخرجوا قبل أن تتركوا تعليقا بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشاركوا هذا الفيديو مع أحبائكم وأصدقائكم ليعم الخير والفائدة، فالدال على الخير كفاعله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.